ولا يهمكم، حاصرنا على الاستراحة حاصرناها، والمعرض حاصرنا مكنه بلدي يا ضرائب اتينا ابو ما تقلك، ولكن قول لي يحط في بطنه بطيخة صيدي، المشاريع الضخمة لكم، قم بس. يلا معكم. وأني خدمت يا سيدي يا حسن. شكرا. يلا الله معكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف انتم؟ الله كيف حالكم؟ اهلا يا سيدي. وعليكم سلامات، ليش متلثمين؟ هذا على اساس البرد واحده. ثاني ما نشتيش الهنجمه والبحبحه. حلو حلو، وقد نشتغل بين القواعد. انا اتمنى ان انا اخدم اهل البيت. اخدم بس. الله يحفظك، انت رجال خدوم وفنان الشله. امر. بس انا جيت اكلمكم من هذاك احمد الفقيه. ماله؟ يا رجال قدو شابع شبعة كلب ما يسمعش. احنا قد اتيناهن كلهن كشابع شبعة كلب. والله انه لكم كلهن. والله انه بيقول تجارة من يوم لا يوم قد استاذ. ما عاد انا خايف ما عاد بيبسر الشرينا. خلاص والله ما فعل ما حربط ابو هل ان قالوا مع السفينة عجينا المنجل. هو نازل هو هلا منتظر. حربط ابو لسه. بسرته. ايوه قولوا له السفينة. اي شيء ادي له اي شيء. تمام تمام ما يهمك. يلا الله يحفظكم. يلا الله لا ينزل. تسلموا خاطركم. لا خدامي على الله يحفظكم. الله انتم انا داري مع السلامه. ما فيش هذا عملنا حرام. ما بقي لهم هاي حرام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام. كيف حالك يا سيدي وعلي؟ اهلا. حياك الله يا احمد. والله انه بيسالوا ان انا مهتم في بضاعتك. عاد بيتصلوا لي من الميناء قالوا احمد الفقي. قلت احمد الفقي ما شاء الله. ما شاء الله يعني امورنا طيبه ان شاء الله. امورهم طيبه بس في حاجه مش مدري كيف. لا تقولها الله يرضى عليك. البحر هايج. ايش اللي هيجوا؟ ها؟ ايش اللي هيجوا؟ بحر. البحر طول عمر البحر هايج. بس هايج قوي. بضاعتي بتخرب. عندي 6 شهور وانا منتظر. دافعين كل شيء. ملتزمين للدوله بما تشتوي بما تقرر. والله ان احنا مش مقصرين. انت عارفنا ريالنا قبل ريالكم. والله ما بنعرق التاجر ولا بنحنا ما يسمح لنا بدال حق الغذاء ولا والدواء. ها يعني احمد لا قد يا بتصلك بعد شوي. ايش قلت يا استاذ؟ والله ان احنا ما بنعرف لهم ولا احنا في هذا الوادي. ايوه لان احنا اول ما جاءت المسيره قلنا الامور انفرجت والامور حتكون زي ما كنتوا واعديننا وواعدين الناس وواعدين الشعب. نعم. احنا اشتيكم تستهلوا ابدا. والله ان السفينه متاخره. ما لكم ممكن تحلفوا ضرسي ضرسك الله يستر عليك. بس ايوه الحين كيف؟ خلاص ان شاء الله اول ما تجي على طول. وعد كيف وعد؟ انا يعني عاد انا شاهد تكذب عليك. انا بالرسول الله. ما هو هذا اللي مستغرب من الوعد. عاد يقول لي وعد. يلا ما احكي لك. قلبت اللغه. ما اول كانت لغتك حلوه جميله. انت اللي بتقول وعد على فيها وعد. انا ايوه هو انت اللي احنا متعشمين فيك انت. يعني انا بنخطبك وانا جالس انا موظف لاجلك انت ولاجل امثالك. هذا حق. وتجي تقول لي هذا واجب عليك يعني. ما هو واجب علي. والله هي واجب عليك. كيف؟ جاب عندك السبيل يلا ربنا يسهل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. جاهزة المعاملة جاهزة كامل. الله يحفظكم. كيف حالكم؟ جهزتوا لنا البضاعة. البنت جاهز كامل حقكم. يا سلام. والله والشركة الاستثمارية فتحناها. والله ان الوالد راكب عليك قوي. فعلنا لكم كل شيء وهذا المعاملة جاهزة. يا سلام. كامل المعاملة. والتراخيص وكل حاجة. تراخيص كل شيء بنوفر لكم كل حاجة. الله يشتري مرف عليكم. الله والله اننا بنحرق الرحم كلهم على تاجر. حرام ما نقع الا احنا التجار. الله حرام لا مسيطر على تجارة الشرق والغرب. حفظكم الله يا سيدي. والله ان انتم بتريحونا. بس لا تنسوني ايش بعد انا بقول لكم من هذا. لا تقلق. قلت كل شيء حقك ايش على بالي؟ لا ولو هذا المعاملة جاهزة. يلا تسلموا. واي خدماتك بلغوا. لا 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 تخليها كذا بس. ولا عاد بسر شيء. خاطركم ها. يلا مع السلامة. السلام عليكم. السلام. كيف حالك؟ الحمد لله. قالوا الشيء هذا الشيء يفتح مدري انت. انا مفضل. مفضل ايوه كلموني. تشتي تفتح استثمار وهذا انا انصحك نصيحة. اسلام ما هو؟ انت لو تفتح باسمك هاي حلبطوك. ليش؟ هاي حلبطوك. انا اداري بهم ما يكرهوكم نهائيا. بس افتح باسم هاشم. خلاص معنا سيدي عباس جنبا. افتح باسمه. قلني حركه. خلاص هوامر كبير ما عارف. خلاص تمام على طول. يلا خلاص انت افتح بسم الله. يلا على طول. يلا ها يا مساء الخير. عاد خرج من عندي الان. قلت لي افتح بسمك. ها قلت لي افتح بسمك. خلاص كذاك اخبر تريلا. حفظك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. هي ماشي المعامله حقنا عندكم.
ها بس قالوا بح عليكم شكوى. ايش الشكوى؟ الحين هي باسمك، هي حقك ولا حق مني؟ لا لا ما ايش حقي، حق ابو تراب. انا ما اشتش بعد يقعد تستر. لا 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 ما ايش حقي، ولا معنا المبالغ هذه معقول احنا يكون معنا مبالغ من اين؟ هي باسمك ولا باسم السيد حمود؟ يعني هي باسمي باسمي باسمي. هي حقه؟ حقه. ولا هو تستر؟ باسمي باسمي. هي باسمها كفيل؟ ايوه. كفيل ايش؟ قصدي باسم السيد. ايوه بتقول لي كفيل كفيل ايش؟ لانه في اذا اكتشفنا انه في تستر وانه باسمك وتلفوا وتدوروا على الحكومه فيها خروج نهائي. تخرجني خروج نهائي لين وفين؟ قصدك ان انا اجي اخرجك خروج نهائي من اليمن لبقعه ثانيه. خروج نهائي من الدنيا كلها. ما انا داري كاني قد شرته بس مدري كيف. التاجر هذاك الكبير اللي عمد الفقيه. ايوه ما فيش ايمان في قلبه. اي أيوة والله ما فيش ايمان، ما فيش ايمان. قال لك انه جنين من المثلث. كلام فارغ. ضعف الايمان صح. اذا ضعف ايمانك بآل البيت يزق عقلك طوالي. صح نعم والله. ايش يا سيدي حسان؟ كيف المنظر حالي؟ يعني ما هؤلاء كلهم تجار؟ تجار يا حرب العالمية. شوف شوف هذا اسعد بيه. لا عجبتني نفسي. ها عرفت هذا التاجر حق القماش ولا؟ ايوه ايوه صح. يا اخي والله يا الله كيف اخرتكم يا اخي. احنا كنا ننصحهم يؤمنوا بآل البيت ما رضيوش. انت قد وصلك خبر هذاك القطافي هيثم؟ قالوا انت حرم مدري ماله مدري خروج نهائي. ها يعني من عندك انت؟ لا اتق الله. الله داري داري. الله يحفظك والله ونعم بك. هذا الزيارات كينها هذا اذيهم عيال هؤلاء ولا شو يقولهم؟ يزورهم. انا قد بفكر نفعل مستشفى او جديد يعني للمجاني. قد المبنى هذا كله ملا. ايه ملا هذا خارج ولا ما لقينا لهم بقعه. ها يا ولد يا ولد تعال ود من انت؟ تعال 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 ايش معكم انا؟ تعال تعال هنا تعال تعال اصلحك الله. ود من انت؟ ولد حمال الفقيه. ولد ابوك احمد الفقيه التاجر الكبير. وش وقع فيه؟ فقد عقله. من ايش؟ من مشاكل. الله ايش فيه ويعافي. ها ايمانه كان ضعيف. وهذا ولده؟ ايوه الله ينتقم مني من كان السبب. منو ذي كان السبب؟ من ما هو؟ قول انت وش في نفسك. فما هم يجوا وسخين يجي وسخ ابن وسخ. الجهال هؤلاء والله ضروري نحتويهم من الان. عاد انا بنفعل مشروع اكبر من هذا على اساس ما يكفي شله. مشروع ايش؟ خلينا نقتلهم ونخلص عاد احنا نخسر. وهذا قضيه. لا بس بدل ما نفعل انفسنا شوف ها كيف احنا على خطه. تجي ندخلها داخل اوريك التجار الكبار. هذه عاد ما قد كل هذا كل الله ينتقم من كان خرب.